اسمي إليزابيث بلاكويل، وأنا أول طبيبة في العالم وأول سيدة تتخرج من كلية الطب. عملت كمعلمة، ولكن كنت مهتمة كثيراً بالقراءة في مجال الطب. بدأت أبحث عن مدرسة طبية تقبل بي كطالبة. تم رفضي من قبل جميع المدارس الطبية التي تقدمت لها. وعندما وصل طلبي إلى كلية جنيف الطبية في نيويورك، أيدت إدارة الكلية والطلاب انضمامي للكلية، لأنهم اعتقدوا أنها مجرد مسحة. في الكلية كان يتم استبعادي من بعض المحاضرات لأنها غير مناسبة للنساء. قررت مواصلة الدراسة وسافرت إلى إنجلترا، وبعد فترة قصيرة انتقلت إلى باريس. وأثناء وجودي هناك أصبت بعدوى خطيرة جعلتني أفقد البصر في إحدى عيني، فتخليت عن طموحي بأن أصبح جراحة. في عام 1851 عدت إلى نيويورك، ولكن معظم المستشفيات رفضت تشغيلي، كما وفشلت في استئجار مساحة لتحويلها إلى عيادة خاصة. لذلك بدأت أستقبل النساء والأطفال في المنزل. في عام 1868 افتتحت كلية الطب النسائية داخل المستوصف، وظلت هذه الكلية تعمل لمدة 31 عاماً. ولاحقاً انتقلت إلى إنجلترا وأسست مدرسة لندن للطب للنساء، كما وكتبت العديد من المحاضرات التي أشرت فيها إلى أهمية تعليم الطب للبنات.